أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الرئيسي الخامس بهذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. تلك الفعاليات التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية. أيها الإخوة الأحباب، ديننا الإسلامي الحنيف دين يرعى الإنسان في كل أحواله، يرعاه في طفولته وفي شبابه وفي شيخوخته، ويحرص الإسلام الحنيف على أن يكون الإنسان دائم الاتصال بربه. لذا فإن الموضوع الرئيسي لأمسية اليوم هو الصلاة التي هي عماد الدين، وهي صلة مباشرة بين العبد وربه بلا واسطة. فوقتما وحينما تحب أن تناجي ربك فادخل في الصلاة. هكذا أمرنا ديننا الحنيف، وبهذا وجهنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف هذه الأمسية الكرام، فضيلة الشيخ محمد منصور إمام وخطيب مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بالقاهرة، ومعنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني من أعلام قراء القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، ومعنا من أعلام المبتهلين أيضا فضيلة المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب للجميع التوفيق وأن ينفعنا وإياكم بهذه الفعاليات المباركة، وأن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا وفي ميزان حسناتنا أيضا. واسمحوا لنا أن نبدأ دائما بالذي هو خير، ونستهل لقاءنا بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله إنما
كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قل إن ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله
أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، ونحن مع حضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث تواصل معكم وزارة الأوقاف المصرية هذه اللقاءات المباركة، وهذا هو الأسبوع الثقافي الرئيسي الخامس الذي يقام بمسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الإخوة الأحباب، وأيضا معنا من السادة الحضور الكرام فضيلة الشيخ محمد الجهري مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، ومعنا أيضا جمع من السادة المفتشين والأئمة بوزارة الأوقاف، فأهلا بكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العمل الكريم وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، الصلاة عماد الدين، وهي معراج العبد إلى ربه، وهي صلة العبد بربه الدائمة التي لا تنقطع. فحينما تريد أن تصلي لا يمنعك أحد، قف بين يدي ربك وصلي وادعو وقل ما شئت. تحت هذا العنوان الصلاة عماد الدين، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بأوقاف القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بداية أتوجه بخالص الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لفتحه أبوابا كثيرة كانت مغلقة، وأجر الله جل وعلا خيرا عميما على يديه، أسأل الله أن يجازيه عن ذلك كله خيرا. وأما عن موضوعنا وهو موضوع الصلاة عماد الدين، فالصلاة هي فعلا عماد الدين وركن أساسي في الإسلام. الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله والعياذ بالله. ومن حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. ومن هذا المنطلق أنطلق مع أول سورة في القرآن الكريم بعد الفاتحة، وهي سورة البقرة، حينما يأتي الله جل وعلا ليقسم أصناف الناس إلى ثلاثة. ربنا في بداية سورة البقرة، أطول سورة في القرآن، 286 آية، جزئين ونص، قسم أصناف الناس، فقسمها على مبدأ إيماني، فهناك متقين، وهناك كافرين، وهناك منافقين والعياذ بالله. المتقين تكلم عنهم في بداية سورة البقرة في خمس آيات، والكافرين تكلم عنهم في آيتين، والمنافقين في 13 آية، ثم نادى على جميع الناس بعدها بقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هنبدأ أنا مع مين؟ مع المتقين اللي هم، عشان نشوف صفاتهم. ربك قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب، أول صفة يا جماعة من صفات المؤمنين أن يؤمنوا بالغيب، ومفردات الغيب في أمة محمد واحدة، يتساوى فيها صديق الأمة أبو بكر مع آخر رجل يسلم ويؤمن برسول الله محمد. فمفردات الغيب في أمة المصطفى واحدة، يتساوى فيها الجميع يؤمنون بالغيب. فإذا آمن بالغيب لابد أن يظهر الغيب إلى الواقع، لابد أن يترجم إلى واقع حسي وإلى واقع مشاهد، فتلك الترجمة تأتي بأول عنصر وهو إقامة الصلاة. أول عنصر لترجمة الإيمان الموجود في القلب الإيمان الغيبي، لأننا آمنا بالله وهو غيب، وآمنا بالرسل وهم غيب، وآمنا بالكتب وهم غيب، وآمنا بالملائكة وهي غيب، وآمنا بالجنة والنار وهي غيب. فهذه منطلقات الإيمان، أول ترجمة عملية على أرض الواقع إقامة الصلاة. دي ترجمة عملية للإيمان الموجود فين يا جماعة؟ الموجود في القلب. طيب، ربك عبر في القرآن بكلمة يقيمون وأقاموا الصلاة والمقيم الصلاة. اشمعنى كلمة أقاموا يا جماعة؟ لأن كلمة أقاموا تقتضي ثلاثة أشياء: الملازمة والإخلاص والثبات. خد بالك، المداومة والإخلاص والثبات. طيب، أنا هداوم إزاي؟ هداوم لابد أن تغرس معاني الصلاة في قلبك، لأن الصلاة بتبدأ بإيه يا جماعة؟ بكلمة المسلم الله أكبر. وكلمة الله أكبر كانت تزلزل فؤاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: كنا نحدث النبي ويحدثنا النبي، فإذا سمع قول المؤذن الله أكبر فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. الكلمة أثرت في وجدان الجانب المحمدي صلى الله عليه وسلم، فكانت تغير حاله. كذلك المسلم في أول الصلاة يقول لي الله أكبر، يسميها الفقهاء
تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام معناها أنك أحرمت، أي دخلت في عمل يحرم عليك أشياء كنت تفعلها في السابق، فيحرم عليك أن تتكلم بكلام أجنبي خارج الصلاة، يحرم عليك أن تأكل، ويحرم عليك أن تشرب، يحرم عليك أن تتلفت يمينا ويسارا كثيرا، لأنك تقف بين يدي الله رب العالمين. عشان كده يبدأ المسلم الرحلة الإيمانية في الصلاة بقوله الله أكبر، ثم بعد ذلك يدعو دعاء الاستفتاح، ثم ينطلق في رحلة إيمانية روحانية نورانية طويلة في سورة الفاتحة. وما أدراك ما سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة أم القرآن، السبع المثاني، تسمى الشافية والواقية، وتسمى أم الكتاب. من لم يقرأها في صلاته فصلاته باطلة على مذهب جمهور العلماء. تخيل معايا كده، الفاتحة دي يا جماعة هتبدأ قصة إيمانية معاك لابد تستشعرها بوجدانك، لأنك تبدأها بقولك بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، تحمد ربك على ما أعطى، وتحمد ربك على ما منع، تحمد ربك على ما منحك من الصحة والعافية والجاه والسلطان والوظيفة والولد والزوجة والاستقرار، وأعطاك اللسان الطيب والكلمة الجميلة، تحمد ربك على أن آتاك محمد الرسول. كفاية جدا أن أنت تبدأ تقول الحمد لله رب العالمين، وينبغي أن تسمع بقلبك قول ربك حمدني عبدي، لابد تسمعها من جواك عشان الصلاة تؤدي ثمرها. تسمع تقول الحمد لله رب العالمين فيرد عليك ربك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. وهنا انتقل المؤمن من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام، فقد كان يثني على الذات العلية بالغيبة، فأصبح الله جل وعلا الآن مشاهد فيقول إياك نعبد، إياك بضمير المخاطبة، وكأنه الآن قد انتقل من الثناء إلى مخاطبة الذات العلية الله. عشان كده لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله جل وعلا هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيبدأ العبد يدعو، ثم بعد ذلك بعدما يدعو ويؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله دعاءه. ثم تأتي صورة، يرحل في القرآن ليختار صورة، والصورة دي تمتزج بقلبه. فقد روي أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس على عهد المصطفى، فكان يقرأ آيات من القرآن ثم يعقب بصورة الإخلاص. يخلص بعد ما يقرأ الفتحة ويقرأ آية أو آيتين، يقرأ سورة إيه؟ الإخلاص، اللي يقول هو الله أحد. فراحوا اشتكوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن كان يرى أن الآيات لا تكفي فلا يقرأها، وإن كان يرى أن سورة الإخلاص لا تكفي فلا يقرأها، يقرأ واحدة من الاثنين. فاستدعى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أحب سورة الإخلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فيرحل المؤمن، ثم بعد ذلك يركع، وما أدراك ما الركوع، ثم يقوم من ركوعه ثم يسجد. وحختم بالحكاية دي عشان الوقت، حكاية السجود. السجود هو أعلى عبادة عرفتها البشرية على مر التاريخ كله، خد بالك، وقد جعلت تحية
للأمم السابقة إلا أمة رسول الله محمد. خد بالك من القضية، ده قضية خطيرة جدا. كل الأمم السابقة كان عندهم سجود التحية، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته إلى الحبشة وجدهم يسجدون لملوكهم، فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان سجود تحية. فجاء الإسلام ورفع سجود التحية عن أمة محمد. قال لهم لا، ليه؟ لأن تلك الأمة معجزتها معجزة عقلية، وهي القرآن الكريم والقوة العاقلة. حينما يسجد الإنسان يضع القوة العاقلة مكان رجليه. تخيل معايا، لما بتسجد بتحط الجبهة التي فيها القوة العاقلة مكان رجليك، فأنا تفهم القرآن بالعقل وتسجد لغير الله جل وعلا. فأراد الله أن تبقى أمة محمد غير ساجدة إلا للذات العلية الله. عشان إيه؟ عشان القرآن معجزة عقلية حضرتك هتفهم بيه القرآن الكريم، فيقول لك لا، ما ينفعش تفهم القرآن وتسجد لغير ربنا. فعشان كده جعل السجود لله جل وعلا، لأنك تضع القوة العاقلة فيك مكان رجلي، وهذا مقام لا ينبغي إلا لله. لذلك لما جاء ربيعة بن كعب الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: بل ذاك يا نبي الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. فالسجود غاية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن فضل الصلاة والسجود لله تبارك وتعالى. والصلاة هي الفرض الذي لا يسقط عن الإنسان أبدا، يؤديه الإنسان في كل حال من أحواله، حتى وإن كان طريح الفراش يصلي بعينيه، فهي فرض أساسي في الإسلام، لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها أبدا. وكيف يستغني عنها وهي صلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى؟ نستكمل الحديث عن الصلاة التي هي عماد الدين، ونستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمد منصور محمد، إمام وخطيب مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ونحن معكم في هذه الرحاب الطاهرة ضمن هذه الفعاليات المباركة، فعاليات الأسبوع الثقافي الرئيسي الخامس هنا في مسجد المهند، مع دكتور محمد منصور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في بداية الأمر أود أن أوجه عظيم الشكر إلى معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على تلك الليالي المنيرة، كما أوجه عظيم الشكر إلى تلك الكوكبة النيرة من العلماء الذين شرفونا في هذا المسجد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في بيته أن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصلاة عماد الدين، والإسلام
دين عظيم وله أركان في الهندسة على عظم البيت أو المبنى تكون الأسس، فما بالك بالإسلام وعظمته وما فيه من عبادات ومعاملات وشأني الدنيا والآخرة، ما ترك شيئا إلا وجاء به، فكيف تكون الأسس خمسة فقط؟ إذن هي من أعظم ما يكون. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت كما في تلك الرواية، وصيام رمضان. خمسة فقط، نعم، لكنها كفيلة بأن يقام عليها هذا الدين العظيم. ويزداد الأمر روعة إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الركن الصلاة بالنسبة لتلك الأركان الخمسة. ركن لا حياة بدونه، سيدنا النبي أحاديثه تفسر بعضها بعضا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وها هنا قف. وكأنه يقول لك: ركن الإسلام الصلاة، ليس ركنا عاديا في الخمسة، لا، بل هو كعمود الخيمة الذي لو قلع فلا فائدة من غيره. الخيمة فيها عمود في النص كده تقوم عليه الخيمة، إذا انكسر وإذا وقع أن يكون لها وجود. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. بل لعظيم أمر الصلاة وما خبئ في عالم الغيب الذي لو اطلع عليه من لم ينطق لنطق بأول شيء لو أطيح له النطق بفضل الصلاة. ولذلك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من أول ما نطق في المهد، لأنه يعني ربنا أنطقه بعظيم ما عنده، فاقرأ القرآن، فأشارت إليه، يعني كلموا الصغير، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا رضيع الذي لا ينطق؟ ها هنا نطق. بماذا نطق؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، كمل وأوصاني، أول وصية، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فشأن الصلاة عظيم. ولذلك حتى في طريق التشريع أو طريق إيصال تلك النعمة لنا اختلف. من المعروف أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده شأن الصلاة عالي. ها هنا يصعد بالنبي في ليلة الإسراء والمعراج إلى أعلى عليين، وكأنه يقال لك: إذا أردت الرفعة فعليك بالصلاة. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وتفرض عليه الصلاة في ماذا؟ في الملأ الأعلى، في أعلى ما يكون. ولذلك إذا أردت أن ترتفع بروحك في السماء فعليك بالصلاة. تأمل للصلاة تقف في البداية بين يدي الله جل وعلا وهنيئا لك، وفي أعظم من هذه وقفة، من الوقفة هذه؟ لا. ثم تزداد ارتفاعا وأنت لا تدري في الركوع، ثم بعد ذلك إذا ما وصلت إلى السجود فخذ يعني أو اقدر للأمر قدره، لأنك في أقرب ما تكون وفي أعلى ما تكون،
فقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب. خلاص انت وصلت، فاسأل اللي انت عايزه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا ما أردت أن تعرف قيمتها بالنسبة لغيرها في غير الأركان، فسل خير الأنام عليه الصلاة والسلام كما سأله ابن مسعود: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ رقم واحد. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. في رواية: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد. تأمل للترتيبة. بر الوالدين أعظم ما يكون في الإسلام، والجهاد ذروة سنام الإسلام، وعلى الرغم من ذلك فاقتهما الصلاة. في الأول فاقت الصلاة كل هذا. إذا أردت راحة النفس والبال، يعني من أمراض هذا العصر الهم والغم وضيق الصدر، افزع للصلاة. سبحان الله، الرضيع أو الصغير لا يرتاح إلا في حضن أمه، لا يسكن ولا يستقر ولا يهدأ ولا يترك البكاء إلا إذا احتضنته ولو لم تكلمه. فكذلك الروح، هو الذي خلقها وهو الذي يعلم سرها، فلا تسكن ولا تطمئن إلا بقربه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. مش قام، لا لا لا، كأن إنسان عنده صداع يقول لغير: اتيني الدواء بسرعة. فزع إلى الصلاة، وكان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، قم أقم الصلاة، أرحنا بها. فإذا ما أردت أن تنتقل إلى عالم الغيب فهنيئا لك. إذا أردت أن تطمئن في القبر فعليك بالصلاة، هي الحارس والحماية. ففي الحديث الصحيح وحسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: إذا ما وضع العبد في قبره ثم يسمع خفق نعالهم وهم ينصرفون، جلست أو أتت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وأعمال الخير من بر وصلة وصدقة عند قدمه، فإذا ما أتى الملكان ليوقظانه فيأتون من عند الرأس عاوزين يسألوه، فتقول الصلاة لهما: ما من قبلي مدخل. لا معلش، كثيرا ما سجد لله، مش هينفع توقظه من ناحيتي، لا يفزع من ناحيتي. فيأتون من ناحية اليمين فيقول: الصيام، ما قبلي مدخل. فيأتون لناحية اليسار فتقول: الزكاة، ما قبلي مدخل. حتى القدم تقف الأعمال، فهنا ينادي الملكان بصوت رقيق: قم يا عبد الله للحساب. لا عليك إنسان ينادى عليه بهذا الصوت الذي ملئ بالاطمئنان، أتراه بعد هذا الدفاع وتلك الحراس لا يقدر أن يقول: ربي الله وديني الإسلام والذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، تحميك وتقربك. إذا أردت النور في يوم الظلمة فعليك بالصلاة. يوم القيامة في أحوج ما نكون إلى الأنوار، ونور كل عبد على قدر عمله، وهناك من تظلم والعياذ بالله في وجهه، كما في سورة الحديد حال المؤمنين والمنافقين، لكن هناك أناس من عظيم قدرهم عند الله تمت أنوارهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الصلاة وأن يتقبلها منا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد منصور محمد، إمام وخطيب مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ضمن فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الرئيسي الخامس بهذه الرحاب الطاهرة
والتي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من معالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال، ونرفع أيدينا إليه سبحانه مع المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن أنت لازمت الصلاة على الحبيب، إن أنت لازمت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات، وجعلتها وردا عليك، وجعلتها وردا عليك، وجعلتها وردا عليك مقررا لاحت عليك دلائل الخيرات. اللهم اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وارحم أمواتنا وارحم أمواتنا واقض ديوننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. القلب يصفو إن ذكرت محمدا، القلب يصفو إن ذكرت محمدا ويفي شوقا عاطر الصلوات ويفيض شوقا
مخلوقا عاطر الصلوات أنا يا رسولي من هداك منابعي أنا يا حبيبي من هداك منابعي أنا يا رسولي من هداك منابعي والقلب مشتاق إلى الرحمات. أنا يا رسولي من هداك منابعي أنا يا حبيبي من هداك منابعي والقلب مشتاق إلى الرحمات أنا إن ذكرتك يا محمد أنا إن ذكرتك يا رسول الله أنا إن ذكرتك خاشعا متدبرا أجد الحنين يسابق العبرات الحبيب النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي نصل معكم إخوة الإيمان إلى ختام فعاليات هذه الليلة وهذا اليوم من الأسبوع الثقافي الرئيسي الخامس بهذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد المهند للتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الفعاليات نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قدمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات كل من قام عليه وشارك فيه. ونشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي دأب وحرص على إقامة هذه الفعاليات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. في الختام نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.